ازيكم يا غاليين، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وصحه وسعاده. وحشتوني، بقى لي فتره ما عملناش فيديوهات. حابب اطمن عليكم، اخباركم ايه؟ زي صحتكم؟ النهارده موضوعنا النهارده عن الانثى باستمرار واقفه بره العشق رغم ان هي خلاص بتجهز لوضع البيض. انا عرفت ازاي وايه اللي حصل، هو ده هيكون موضوعنا النهارده، ونتعامل ازاي مع الانثى اللي زي ديت. هو ده باذن الله هيكون موضوعنا دلوقتي. ولكن بذكرك لو انت لسه اول مره تشوف القناه، ما تنساش تعمل اشتراك من الزرار الاحمر، وتتاكد انك تفعل زرار الجرس عشان يوصلك تنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي بتنزل اول باول. يلا بينا نبدا على بركه الله. ده زوج من انتاجنا اهوت، دول انتاجي انا الزوج ده، دول تركيبات انا عاملها. الانثى هي اللي ورا ديت، الكسره او الجزء المتني اللي عندها من ورا دوت، ده دلاله على ان هي خلاص احتمال تحط بيض النهارده او بكره بالكتير قوي. وده الذكر اللي موجود ناحيتنا، الذكر الكير بتاعه لونه ازرق خالص اهوت، والانثى كذلك الكير بتاعها لونها بني. العش بتاعنا اهوت متركب وكل شيء متظبط ومعمول فيه شداد. انا حاطط كمان في الجنب كده ورقه اهيت انتوا شايفينها على الشمال بدبوس، دي كاتب فيهم الزوج دوت اسبليت ايه، وبكتب فيها الداتا خاصه بالعصفور، هل هو باط كام مره وكل دوره كانت قد ايه، العش خرج كويس ولا كان في مشاكل. دي بتبقى الورقه ديت الصغيره اللي قدامك دي بتكفي معايا لمده سنه رغم ان هي صغيره كده، لان طبعا انت كتابتك للزوج او للداتا اللي بتسجلها عليها ما بتبقاش داتا كتيره، فما بتحتاجش ورقه حجمها كبير، هي ورقه صغيره كده يا دوبك قد الكف، بتعملها بدبوس ضغط وبتسجل عليها الداتا بحيث ان انت تبقى منظم لدوره الانتاج بتاعتك على مدار السنه، واخر الموسم تقدر تقيم انتاج الزوج ده كان عامل معاك ايه؟ هل انتاجه كان كويس ولا سيء؟ هل في مشاكل عنده في البيض؟ هل على سبيل ان الموسم الجاي لما تيجي تشتغل يبقى عندك فيدباك عن الزوج ده وتبقى عارف تتصرف معاه ازاي. يلا بقى بينا نرجع لموضوعنا، الانثى هي مجهزه لوضع البيض. طب انا عرفت ازاي ان هي مجهزه لوضع البيض؟ زي ما قلنا اول شيء بتلاقي حركه الانثى بتبقى تقيله عن المعتاد، ممكن تقرب منها زي ما انا بقرب كده دلوقتي وتلاقيها برده واقفه ثابته. ليه بقى؟ لان الانثى بيبقى وزنها زايد وبتبقى هي حريصه على الانتاج اللي موجود جواها. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، هتلاقي في الكسرة اللي موجودة عند الديل او بيسموها عند الرنب. الرنب ده اللي هو تقاطع الجناحين من الخلف، شايفين كده الذكر اللي قدامنا واقف عادي زي وطبيعي، ولكن الانثى اللي ورا في تقوس كده موجود ظاهر او عليه. دي بقى يا سيدي دي سمسمة ديت دي بنوتة البينو باستمرار عمالة مغلباني، كل شوية اقفل الباب وادخلها الاقيها طلعالي من جنب شكل تعالي يا بنتي هنا هتبوظ الريش بتاعك، مفيش ما تسمعش الكلام، كل شوية مغلباني عمالة تطير، فبقيت سايبها كده معايا في الأوضة. بس طبعا ما ينفعش انك تسيب حاجة تكون طايرة طالما انت حابس الطيور، طالما انت حابس طيورك يبقى لازم كله يكون في قفاص عشان اللي بيطير ما يفزعش اللي موجود في قفاص، لان مش هيعرف طبعا يتصرف معاه او ان هو يدافع عن نفسه، فيبقى مفزوع من طيران اي طير موجود معاه. نرجع نكمل بقى موضوعنا. طيب انا عرفت كمان ازاي ان هي قربت ان هي تبيض، ان في تقوس او في كمان تدلي موجود عند منطقه الاخراج عند الانثى من اسفل، او ثواني كده احاول اوري لكم. بصوا الكير بتاعها بني خالص ازاي، مش شرط كمان ان الكير يكون بني، في بعض الناس ممكن تلاقيه فاتح عن كده شويه، ودي بقى دي خلاص برضو دي قربت ان هي تحط بيض. بصوا كده هتلاقوا من تحت عندها طبعا الجناحين مداريين شويه، هتلاقوا من تحت كمان في تقوس كبير، هو كده التقوس بتاع الانثى واضح لنا اكتر. طيب هي ليه واقفه بره العش ومش داخله جوه العش؟ هو بقى كمان دوت موضوعنا اللي عاوزين نتكلم عنه دلوقتي. بعض الاناث بتبقى واقفه بره العش كده، دي بتبقى عشان تدي فرصه كبيره للذكر ان هو يتزاوج معاها اكتر من مره، وعشان الانثى تضمن ان البيض بتاعها يكون عمران. طيب هل كل الاناث بتعمل كده؟ لا مش شرط، في اناث مجرد ما تبدا تحضر لوضع البيض بتلاقيها قاعده جوه العش باستمرار، ولما تيجي الانثى تحس ان هي قربت خلاص هتكون بيض او ان هي هتنزل بيض بتقوم خارجه للذكر يخصبها وترجع تاني تقعد جوه العش. طب انا في حاجه في ايديا اعملها لو الانثى ما بتخرجش او كده؟ لو الانثى ما بتخرجش وعندها مشكله ان البيض بيطلع غير عمران، في الحاله دي هنتصرف تصرف بقى مختلف معاها. طيب لو هي بتطلع للذكر وباستمرار يعني تطلع تخصب البيض وترجع تقعد تاني جوه العش طول اليوم، دي فيها مشاكل؟ لا بالنسبه لنا عادي مفيش اي مشاكل في الموضوع. طب لو هي قاعده جوه العش باستمرار بقى اتصرف معاها ازاي واعمل ايه؟ في الحاله دي بتفتح العش للانثى ان هي تخرج بره او تبقى قاعده بره القفص باستمرار لمده ساعتين او ساعه كامله كل يوم، بحيث ان الذكر يقوم بالتخصيب، وبعد كده بتفتح العش تاني تخلي الانثى تقوم داخله ترقد على البيض لو كانت بتبيض. ولو هي بدات تبيض اول بيض لها
في الحالة دي بتفتح العش كل يوم للأنثى وتخرج الأنثى بره العش لمدة ربع ساعة بس أو نص ساعة، بحيث إن الذكر يقدر يتزاوج معاها وترجع تفتح لها العش تاني. يعني بتتحكم في فتح وقفل العش، يعني بتسيب لها العش باستمرار يكون مفتوح، ولكن في أثناء التخصيب بتقفل العش بتاعك على سبيل إن الأنثى ترجع تبقى واقفة بره للذكر يخصبها وبعدين يرجع لها تاني. ده كان موضوعنا النهاردة، أتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو لك أي استفسار أو أي معلومة عاوز تعرفها بخصوص الموضوع شرفني بالتعليق تحت الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تبخلش عليا وتعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفاد. أسيبك على خير في رعاية الله.